ايه ده يا بلبل؟ ايه؟ تاكلك حساسيه من السوشي؟ حساسيه في السوشي؟ فين؟ في وشك. ايه؟ في وشي انا؟ لا يا شيخ. اه ايه ده؟ ياسمين ده؟ واحد تقولي حماده حماده اه حماده لعب في وشي اهو. ها ها بس عارف اجمل حاجه انك تجرب مع اللي بتحبه الحاجه اللي هو بيحبها. ايوه مع ان السوشي ده جاب لي تسلخات. معلش بس كفايه انك حاولت عشان خاطرها مش قلت لا وخلاص. طب اقول لك ايه؟ ما تجيبي نص رغيف ها حط لنا فيه شويه تبخ على فلترين ثلاثه كده على ورقتين بفره هاكل سندوتش سجاير. حسبي الله ونعم الوكيل. يا ياسمين انت خدت كده ليه؟ ده لسه هيبهدلك. ازيك يا رزق؟ ازي حضرتك؟ بصي بقى يا ام جديد بس انا غرقان في شبر ماني. دلوقتي انا عايزك تحددي معايا بالظبط لون من الالوان دي يمشي هنا مع الجو العام. عارف اللون الاوف وايت؟ ايوه النسكافيه. بس يا انا مش عارف اقول غيرك يا علي. ادهن لون النسكافيه ده يا رزق. ايه لون النسكافيه ده؟ يعني لونه ايه يعني؟ مش عارف هي اللي قالت. يا بني ادم هو اللون في ايدك ده اللي انت بتشربه اسمه نسكافه. انا محاولك بعتذر لك. ادهن لون نسكافه. الله بص اللون بقى جامد ازاي. حلو يا رزق. تصدق حلو؟ انا ما كنتش متخيل ان هو يطلع بالروعه ديت يا باشمهندس. حلو لون النسكافه ده. بس انت ليه بتاخد لبن كتير كده؟ ازيك يا ياسمين؟ اهلا. هاي بنت ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. خلصت رسومات المعرض؟ اه خلصتها كلها بس بصراحه يا رانيا انا جيت في الاخر ووقفت. ليه؟ يعني قلت امشي رجلي شويه. حبيبتي اطلعي على المكتب خليهم يعملوا لك منها برنت اوت. طيب مش عايز مني حاجه؟ لا خلاص مشيت. يلا باي باي. تشربي شاي؟ لا ماليش فيه عشان نسكافيه. اعمل لك ولا نلحس من على الحيطه؟ لذيذه قوي رانيا انت على فكره وشيك حاجه تشرب يعني. هو انت ما بتغيريش يا ياسمين؟ انا غير؟ ليه؟ طب ما هي قدامك من زمان لو كنت عاوزها كنت اتجوزتها. يا سلام. ده انت ما عندكيش فكره اصلا الغيره دي بتخنقني. احسن حاجه فيكي انك ما بتغيريش على فكره. بابا عايز يقابلك. لا والله. اقابل امه. اقابل حضرته يعني. ماشي هحدد له ميعاد. اوكي هي عايز يخطبك؟ قول لي يا بول. ايوه يا عم. انا عايز اسالك سؤال مهم جدا. اتفضل. انت اصطدت قبل كده؟ والله يا جلال بيه احنا عندنا شاليه صغير كده في الاسماعيليه لما بروح بصطاد. جار؟ لا بوص. خوص. بقول له جار يقول لي خوص. خوص ايه؟ لا يا عمي لا. استنى يا ابني لما اخلص ضحك. خوص. خلصت؟ خلاص. بوص انت كل ده كنت بتضحك غلط. ما انا فاهم خوص. برضو اتفضل بص. بوص امشي. ايوه اركن على ايدك اليمين اهو كده. تعالى اتفضل. ما شاء الله. اهلك بلبل. اهلا. ما شاء الله يا عمي ما شاء الله. حلوه قوي الفلوكه دي. على فكره انا بحب الصيد مش السمك عشان كده انا اتجوزت 3 مرات. طبعا ما تقوليش انك بتحب الصيد زيي. طبعا امال انا اصطدت ياسمين ازاي؟ طب بعيد احنا ايه مش هنتحرك بقى ولا هي دي خروج هنفضل قاعدين كده؟ عليهم كده. امال فين ابوك؟ تحت. بس ايه رايك في بابا؟ والله لذيذ بس عارفه اوفر شويه. اوفر يعني ايه؟ بس بقول له مش عارف ايه قال لي استنى لما بطل ضحك وانا بخبط عليه وباخد دوش. لا هو بس بيحب يدي كل حاجه وقتها بالظبط. اه لسه كمان بقى لما ياخد عليك هيحصل ايه؟ هيفك ويحصل ايه ما هيفك هيجري يعني. احترم نفسك. بلبل اهو فك اجري. اهلا كابتن بلبل. كل شويه اهلا منور اعالي البحار. بوجودك والله بوجودك يا عم. هات لي كل ما غير. ايه ده لقيته ايه كنز ولا ايه؟ احنا هنا يا ابني بنصطاد بجد. انت شفت الطعم اللي بنصطاد بيه؟ انا ما شفتش حاجه خالص لحد دلوقتي لسه. طعم؟ جمبري جامبو. واو. صبيت. جمبري وصبيت؟ هتصطاد بالجمبري والصمبيت؟ طب على كده هتصطاد ايه بقى رز؟ شو
على فكره انا قلت رز هتطلع بتضحك تاني غلط. حضر الطعم عشان نصطاد. تعال معايا. حاضر. احنا هنا بنصطاد تونه وهغديك منها. تونه؟ عايز تغديني تونه؟ بتاكل السمك جمبري وصبيته هتغديني انا تونه؟ لا انا هتغدى طعم. خليني مع السمك احسن. سنة صيد عمري ما اصطدت سمكة زي دي. ودي تعمل كام علبة تونة دي يا عم؟ تونة ايه؟ دي قشرة بياض يا ابني. طب تعمل كام علبة قشر بياض يعني؟ أنا لما أرجع هزل عمك عزيز ويسري وفؤاد، هزلهم كلهم وأوزع عليهم الصور وأقهرهم. ممكن أتصور معاه؟ طبعًا يا حبيبي، أتصور على ملبس وأرجع وأتصور أنا كمان. ماشي. أوفر بس. ثانية واحدة. يلا. اسماعيل فعلا سمكة رهيبة. هلا بلبل انا جاهز للصورة التاريخية. فين سمكتي؟ ها؟ انت فين سمكتي؟ ماليش دعوة بلبل وقع. طب هتعالوا بالتدريج طيب. هي وقعت هنا لما انت اتأخرت فزيت ومشيت. ما لحقتش اصور جنبها. خد صورتي يا عم، انا مش عايزها. اقول ليه يا عزيز يسري دلوقتي؟ في فؤاد كمان حضرتك كنت عايز تغيظه ولا ده مش فارق معاك انك اهدى ولبس قميص جديد وبتاع. هنلاقيها يا عم ان شاء الله. هتروح فين؟ هنلاقيها، هتلاقيها هنا ولا هنا ولا حاجه. هنلاقيها يعني اصطاد، هيصطاد غيرها. اهدى بس يا عم، اهدى. سمعتني؟ اهدى. اوفر فعلا، اوفر برضه يا عمي. يعني الجمبري موجود والطعم موجود والسمك موجود. احنا جايين نصطاد. ما احنا واحنا جايين، احنا جايين نذاكر، احنا جايين نصطاد رحله يعني. ايه يا عم، نصطادها تاني، نصطادها. لا مش دي، التانية كانت ابيض واسود. عايز سمكتي. أمل الصوت ده اشعرني مضايقك انت الصوت ده؟ امال يعني عايز اغلس على المنشار؟ هتاخدي بالك ليكون الفار معدي ولا حاجه تتغير الاب. اشك انه لسه جوه. يا ساتر. ايه ده؟ ايه الزباله دي؟ عامل ايه؟ ما انتوا مش حاطين باسكت في الاوضه؟ ايه ده؟ القلم ده لقيتيه؟ يا ده انا قلبت عليه الدنيا. شوفي كده، كان فيه بنطلون كنت بدور عليه. شوفيه هنا كده. طب بقولك ايه؟ هي ياسمين بقى هي طلعت السوبر وومن اللي بتطير؟ بتطير؟ ده عليها حتة طير؟ ايه؟ انما ايه؟ حمادة. المهم بغض النظر عن طيرها، يعني انا لقيت الحقيقة فيها كل المواصفات اللي انا عايز تستحق 100% فعلا، عشان كده خطبتها. كنت مبسوط قوي مع ياسمين حقيقي. سلام. ايام لحد بس ما حصل حاجه صغيره كده. حاجه ايه تاني؟ حاجه عمري ما هنساها. في يوم من الايام كان في دبانه في المكتب.